أقول البارحة عندي غدا الليل ليلين من موقف يدهش جميع النحايا عاش ابني هاجر على العسر والليل لعمسة الأريا وجات الحمايا مليون نعم الأحمر مليون نعم الماضي أحمر العين صليب راس مستمع للحكاية خذها بعزم وجزم والصبر والدين وفك ابن عمه طيب ورضا طنايا وعيال عسكر فعلهم يعجب العين عيال رجال وسووا سوايا 7 ملايين وكانها ريالين شعاب لن تروي الكبود الضمايا واحتار فكري بين الاقصى والادرين هذا كلام صح ما به حكايا لا خير في مدح بلي براهين اطلق لساني فعل بيض النوايا اقول لي بيتين واقط 20 لاني من الناموس غيم سمايا هواجر بالموقف العسر عسرين وجعل الرخوم الكل طيب حذايا قبيلتم بالموقف الصعب صلفين نرشيكم ترسى الجبال السرايا من ماضي التاريخ سابق وذا الحين خزن الظفر عادها بخيلة ومطايا من يجهل التاريخ يقرأ الدواوين تعرس ابن الشينة وعرق الصبايا من فعل ابن شبعان والناس دارين من دون ابن حجرف نسوق السبايا شيخ بني عمه بصادم سلاطين هو فارس الهيجة وهم له هدايا وسعيد بن شابة عسى عمره سنين الفعل يظهر والدعايا دعايا وسمي من عدى الجموع الخليلين ناصر ولا ناصر بكل المزايا حنا كفتنا لابس تنزع الدين وباقي شرهين القبيلة بقايا ومداحق المطرف زفون الجنين فك بالجارة والنشامة ضحايا دواسر لغد العلم علمين يرسول له صعبة كبار القضايا من بيننا رفقة قديمة وغالين دقول بن بندر وشام الحلايا يعيش ابن عايش ونعم ونعمين يبشر بهلا كلحم من الشفايا عواز من تذكر كل الميادين ويشهد على ما قول ما قلت كل البرايا كل القبايل مثل ما صار وافين اجمال التفوس اللي تشيل الادايا تشيل ما شالت ظهور البعارين لو غاصت الظلفه تسوي سوايا لشكنا معجب بفعل الخيارين حمايه الساقه اجزاله العطايا من دون بن شارع تسوق الملايين كانها على الحاكم تقدم هدايا هنيس فتح الباب 6 ملايين وغانم ختمها مسك لانهم دهايا دهات الرجال مرجعين الموازين خياط العشوى سهومة المنايا اللي طرالي جب طريه ذا الحين واللي نسيته بيتجاوز خطايا العذر واضح ما يبي واحد 2 العارف ما هو بيبقى وصايا يا الله يا غافل ذنوب المصلين جعل الخواتم خير عند النهايه سلامتك.